اثبت. انت مش خايف اعتنق واشرب من دمك؟ اسكت يا، لو فتحت خشمك هدفنك مطرح. انت بتتحمى في اللي معاك يا محارب. اثبت يالا، انت عمرك شفتني ولا تعرفني انت ولا ابوك؟ ايوه شفتك بعد ما قتلت ابويا، قتلته بدم بارد وتشطر على راجل كبير عند ابوك يا جبان. افهم يا ابني، اسمع يالا اظبط. ابوك الشاهد الفعلي الوحيد في القضيه بتاعتي، وانا لما حبيت اوصل له رحت له عند القهوه اللي بيقعد عليها بشارعكم واستنيته، ولما جه ما عرفنيش وسالني انت مين، ولما قلت له انا مين وانه شهد عليا زور سابني وجري. المفروض اصدق الكلام اللقطه اللي انت بتقوله؟ اظبط حديتك يا، هو لو قتل ابوك هتقول كده؟ ده انتم حتى يا سعيده ما بتسيبوش تاركم ابدا. قسما بالله العظيم ما قتلته. هو اللي عايز يتحدى يا بغم انت يقتله في البيت؟ ده الشاهد الوحيد ممكن يخرجه من المصيبه دي، على الاقل يهدده مش يقتله. هو كان بيهدده ولما رفض اقواله فقتله. ما حصلش، ورحمه امي واخويا ما حصل. يا ابني ابوك هو الشاهد الفعلي الوحيد اللي شهد ضدي وفي ايديه براءتي، يعني انا بجري وراه عشان ينقذني ويخرجني من اللي انا فيه، اقوم اقتله؟ وبعدين لما انا قتل قتله قوي كده، ايه اللي خليني اجيبك هنا واحاول افهمك وافهم منك اي حاجه ممكن تساعدني؟ يا ده انا حبل المشنقه ملفوف حوالين رقبتي بسبب ابوك. انا مش فاهم حاجه، انت عايز تقول ايه يعني؟ عايز اقول لك ان طارق هو طاري، وان اللي قتل ابوك هو اللي عايز يلبسني. لازم اعرف كل حد كان على تواصل مع ابوك، واي حاجه تخص ابوك ممكن تخرجني من الورطه اللي انا فيها دي، عشان نعرف مين اللي قتله ومين اللي عمل فيها كده. فهمت؟ الو، ايوه يا راجل، عملت ايه؟ ايوه ابو عيشه، سامحني ما كلمتكش بقالي يومين، براقب الراجل اياه. انت فين دلوقتي يا راجل؟ عندي بيت المدعوك. قول له في حاجه لازم ابن عمك يشوفها بنفسه. في حاجه لازم ولد عمك يشوفها بنفسه. حاجه ايه؟ الراجل اللي قتل الغفير هنا. الراجل اللي قتل الغفير هنا. ماشي يا راجح، قول لي طيب انت فين واحنا هنجيلك. هشيق لك العنوان في رساله دلوك يا ابو عائشه. جدع، في حاجه مش مظبوطه. راجح شكله معاه حكايه، وحكايه وعره كمان. ليه؟ راجح كلمني الصبح وانا بجيب المدعوك ده، وكان بيتكلم عادي. دلوك اول مره يقول لي يا ابو عائشه. راجح كده عايز يقول ان النمرود مسكك.